الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا اليوم اجتمعنا لتعزية الشعب الإندلسي بما حصل قبل يومين من زلزال مدمر الذي أدى إلى وفاة واستشهاد المئات وإصابة الآلاف من هذا الشعب الذي فرحنا بما فعلوا به من التضامن والتأييد والمظاهرات تضامنا مع الشعب التركستاني يوم الجمعة الماضية. وكنا سعداء بما فعلوا يوم الجمعة
من فعاليات ومظاهرات في عدة مدن إندونيسية، ولكن هذه السعادة وهذه الفرحة أصبح بعده بيوم إلى حزن شديد لنا أيضا لما أصاب هذا الشعب من هذا الزلزال. ولكن نحن ندعو أهل المصابين وأهل الشهداء بالصبر والسلوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبشرنا بأن من مات في مثل هذه الحوادث من الزلازل وغيرها من الحوادث يعتبر شهيدا عند الله عز وجل. ونحن نبشر هؤلاء الذين توفوا في هذه الحوادث بالشهادة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم في الجنة، وأن يعاملهم كالشهداء، وأن يرفع درجاتهم في الجنة. ونحن اليوم اجتمعنا إلى هذا المكان لنعبر لهم ونتضامن معهم في هذا المصاب الجلل، وندعو لهم بالمغفرة والتوفيق. وقرأنا القرآن الكريم عملا بأفعال الصحابة كابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم. هؤلاء الصحابة من السلف كانوا يدعون بعد قراءة القرآن الكريم، ولذلك نحن بعد قراءة القرآن الكريم وبعدما استمعنا إلى آيات من الذكر الحكيم ندعو لهؤلاء المصابين والشهداء بالمغفرة، وللشعب الإندونيسي المسلم بالتوفيق والرشاد. فليدعو لنا أخونا الشيخ محمد عمر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يهدنا الصراط المستقيم، يهدنا الصراط المستقيم، يهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. ربنا هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم كن مع هؤلاء المنكوبين في إخواننا الإندونيسيين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم ارحمهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم فرج كربهم، اللهم نفس همهم، اللهم نفس همهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم ارزق هؤلاء المصابين في هذا الزلزال
اللهم ارزقهم الصبر والسلوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ارزقهم الصبر والسلوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ارزقهم الصبر والسلوى ومن العمل ما ترضى. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين وانت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علينا غضبك أو ينزل علينا سخطك، فلك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لليتامى من هؤلاء الشعب. اللهم كن لهؤلاء المصابين. اللهم أزل شعثهم. اللهم أزل مصيبتهم. اللهم أجرهم على مصيبتهم. اللهم أجرهم على مصيبتهم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.